بينما تتوغل آفة الفساد بمؤسسات الدولة، تتواصل جهود مكافحته داخليا وخارجيا وباتجاهات مختلفة. انتشار ظاهرة الرشا والابتزاز وطرق معالجتها وطبيعة التعاون الدولي رصدها مصطفى علوش في هذا التقرير. اختلفت مسارات الحكومة نحو مكافحة الفساد كونه أحد الأولويات المدرجة في برنامجها الوزاري، ونتيجة توغل هذه الآفة في مفاصل الدولة المتعددة وتبدد الأموال داخل وخارج البلاد، تم الاستعانة بالمنظمات العالمية كاليونامي واليو أن دي بي لتعزيز الحراك الدولي ورفض جهود مكافحة الفساد. So we stand with the government. الفساد هو أحد أهم القضايا الملحة التي تواجه العراق اليوم، وكما صرح دولة رئيس الوزراء، الفساد عبارة عن جائحة لا بد من القضاء عليها ولا بد من السيطرة عليه، إذ يحتاج إلى معالجة عاجلة باعتباره تحديا خطيرا للشعب ككل. وهذا يعني أن الحكومة مطالبة بحماية حقوق الناس فيما يخص الصحة والتعليم والتوظيف، والفساد هو بمثابة الوباء الذي يقوض قدرة الناس على الوصول إلى حقوقهم. وتدعم منظمتنا جهود مكافحة الفساد وتقدم المساعدة في هذا السبيل. وبموازاة هذا الحراك، يرى مختصون في مجال مكافحة الفساد إن ممارسات الابتزاز والرشاء التي يخضع إليها المواطن مجبرا تمثل وجها آخر لمنظومة الفساد التي تحتاج إلى جملة معالجات جذرية تضع حدا لهذه الظاهرة. الفساد هو انتهاك لحقوق الإنسان، وفعلا هو هذا المتبع. اليوم لما المواطن يتم ابتزازه من مؤسسات الدولة هذا انتهاك لحقوقه، لما تنحجب عنه خدمات أساسية لأنه ما خضع الابتزاز الموظف المعني أو الجهة المعنية وما قدم رشاوى، بالتالي هذا يعتبر انتهاك لحقوق الإنسان. وجوب تشريع قوانين تعوض ضحايا الفساد، ويعتبر الفساد من أشد الانتهاكات لحقوق الإنسان، خصوصا في قضايا محددة اللي هي مثل الصحة، التعليم، قضايا الخدمات البلدية وغيرها، يعتبر انتهاك خطير لحقوق الإنسان. باتجاهات مختلفة تتحرك هيئة النزاهة لملاحقة الفاسدين والمتورطين بسرقة المال العام بعد أن توغلت هذه الآفة في أغلب مفاصل الدولة وتجلت آثارها في المجتمع العراقي. مصطفى علوش، الرابعة، بغداد.